وعمل الاتحاد السابق ولا نقول الحالي؟ حالي. الحالي لحد الآن. أحد عشر عاماً للاتحاد العربي السوري لكرة السلة برئاسة جلال نقرش اختلفت فيها الآراء ما بين مؤيد لعمله ومعارض له. حقبة بدأت من العام 2009 بعد عامين من الخيبة الآسيوية، وكانت أولى التغييرات التي أحدثها الاتحاد هي استخدام مدربين أجانب للفئات العمرية ومدرب أجنبي لمنتخب السيدات. فترة الحرب ألقت بظلالها السلبية على سلتنا التي تأهلت لبطولتي آسيا للناشئين والشباب عام 2013 و2018، ورغم تردي الأوضاع الأمنية استمر الاتحاد بتنظيم الروزنامة المحلية على شكل تجمعات في كل مدينة، ثم إقامة دور النهائي بمدينة دمشق، إلى أن أتى موسم 2018-2019 والذي شهد عودة الدوري لنظام الذهاب والإياب. غياب المعدات المتطورة عن الصالات من ساعات 24 ثانية واللوحات الإلكترونية حتى الأرضيات الملائمة للتمارين وعدم تطوير الفئات العمرية والكوادر السلوية كانت من ضمن المآخذ للبعض على اتحاد اللعبة. بالمقابل فإن عودة المنافسات الدولية لصالات سورية في كانون الأول الماضي من خلال استضافة بطولة غرب آسيا نقطة إيجابية تحسب للاتحاد، فيما كان إلغاء موسم عام 2019-2020 بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس وأدت إلى استقالة رئيس الاتحاد جلال نقرش بعد ولاية دامت ما يزيد عن عقد من الزمن. أعلن استقالتي من منصبي كرئيس الاتحاد السوري لكرة السلة متمنياً التوفيق والإصدار.